السلام عليكم اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء. كما وعدتكم من بعد ما خسر لي الموتور وجيت من فاسك وطلعت من هذه المنطقه من وراء دوك الجبال ملي ودخلت لهذه المنطقه ديال اسرير وتغمرت وجيت وخرجت من هذه الجهه ديال النواحي ديال النواحي من هنايا من وراء الجبال وخرجت لمدينه قلميم لهنايا. وهاد الصباح اخواني اخواتي صافي الموتور تريك تبارك الله ما شاء الله. وكما وعدتكم بان غادي نصور لكم لي سير كاين هنايا كاين هادي وحده وكاينين شي وحدين راهم لهي كاينه وحده راه هي تما كاينه وعلى الطول ديال الطريق منطقه جميله اخواني اخواتي الما ديالها قريب عفوا الما ديالها قريب والتربه خصبه والجو جميل السكان ديالها طيبين السكان ديال هذه المنطقه ديال الواد نون طيبين ظريفين تبارك الله عليكم وكرماء كما كتشوفوا هذا الصباح صباح الجو معمر بحال الشتا كطيح لينا بحال الشتا كطيح في شي منطقه الله حيل الشتا كطيح دابا مع مرة في شي قنت واللي صار الانتباه ديالي هي هذا الفلاحة هنايا هي أرض زوينة قلبتها زوينة رملية وصالحة للزراعة وحتى الجو ديالها هنايا مناسب باش تكون فيه البطاطا وكاوكاو يعني كاع ديك النباتات اللي كتهوز في الارض مزيانه جميل الله يسر لكم الامور هنا هاد الجبال سمعتوا ملي شفت انا في جوجل التضاريس عطينا واحد الواد قدام ليه جيت البراج واد صياد وعنده واحد الواد خارجين منه شي روافد الواد الكبير جاي من وراء السلسله الجبليه واد الدرعه وهذاك واد الدرعه جاي من الشمال وغادي يدز من جهه الحدود اسا والزاق والمحبس وداز على تيندوف دوك النواحي من المغرب الحدود ومشى اتجاه مدينه طنطان وخرج منه هذاك الرافد واحد الرافد روافد اخرى دخلت لهنايا سبحانك يا جليل شو هذا اللي صار الجو اليوم معمر حيل الشاطئ يطيح اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي عبادك الميت اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين الوقت بغا تشتا الوقت بغا تشتا راك تشوف مدينة إفني وليه في منطقة ديال الساحل وشو مدينة تيزنيت الجميلة وين تيزنيت عجبتني لنا عودة المدينة تيزنيت شوفوا هادو عندهم الخيام شوفوا فيهم مخيمين هي انتو من جات معاكم حارتين هاد القنيته هو الشو الله يسر لكم وهاد القنت هو شي شحال فيه ديال لي سير هانتوما حافلين واحد البير هنايا في سبيل الله
شوف شوف وهذه هي الجمالية ديال الصحراء المغربية كما وعدتكم نصورها لكم. منطقة جميلة ورائعة. شي شحال ديال الفلاحة هنايا، منتشرة هنا الفلاحة، كاين سيدي عليك مطيشة، كاين البنين، أغلبية بحال هادو. البارح تقاويت مع شي دراري سولتهم، ملي بانوا ليا سولتهم ودي راه كاينين، قال لك ودي راه بانوا ليا لي الصعير، وهاد لي الصعير ما كانتش الثقافة ديال الناس ديال قلميم كيفاش ولاش، قال لي راه جابوها الهواريين، الناس ديال هوارة ديال تارودانت ودوك النواحي هما اللي جابوا هاد الثقافة ديال لي الصعير. مزيان اخويا تعلموا لها، قلت لها تعلموا شي رماد زوينين. غير الناس ديالها بسطاء ما عندهمش الامكانيات، راه البلاد قريب ليها الماء، البلاد قريبه ليها الماء، قريبه ليها ماء بزاف. كاع البلاد اللي كتبان لك بحال هكايا من الديا من الديا من الديا. تكون من الديا وفي هذا الربيع عاد هانتوما هادو دايرين بحال دوك اللي كيصاوبوا الفريز. رحم الله شنو هاد العجبة وتشوف لي صار صغار مع الارض. البنين 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 دابا هاد المنطقة، دابا هاد المنطقة مع هاد البراج اللي غيديرو غيولي غتولي الفرشة المائية غادا تزاد واحد، وغيولي شي لاحه يستافدوا هاد الناس من السواقي ديال الماء. مزيان جوج كيران ديال الاسه. شوف او يستافدوا من هاد المنطقه سياحيا إلا استثمروا فيها الناس ديال الجهة، يصاوبوا تما كاين شي هوطيل، ويديروا شي منتجعات سياحية، ويديروا بلاصة فين يعوموا الناس، يصاوبوا لهم بحال شي ديال البيسينات، أو تفرج، تيجي للواد؟ لا، أكبر سد، فين؟ قول مين؟ يلاه نمشيو ليه، زيد، أنت تيجي لهنا؟ لا. أو تنتعش لكم هاد القنطة، هاد القنط كاملة، شكون اللي غيستافد؟ المستفيد الأول فاسكيين هادوك ديال إيت حماد، المنطقة ديال فاس كتنتعش مزيان، ولكن خصهم الناس ديال هاديك المنطقة لا بيبليسيتي الإشهار لا ماركوتينغ يخدموا عليه، يمشيو يجيبوا المستثمرين اللي يخدموا، وقول لهم ما تنتعش. وشا وخوشي من هيا ورا هاد الكودية هادي، هادي كودية هضبة إغيل، أو كيقولوا ليها هنايا
مرحبا مرحبا. تيقولوا لي هنايا اكويدير. وجمالك جمالك يا المغرب، وجمالك جمالك يا الصحراء المغربية، وجمالك جمالك يا متابعي الأوفياء. وانتم الزراعة تبارك الله والأحواض كثيرة الدنيا هنايا، ويلي 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 على المنطقة كثيرة خطيرة، كلها ضربوا عليها السعر انتم شو، كلها بيوت بارك الله ما شاء الله. إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، خليتكم على خير، وما كان غير الله، الوطن الملك ونمشي.